المواد الأساسية غلات وكي تزيد عليهم مصاريف المكتب والعودة المدرسية على الأبواب التونسي ما عادش عارف كيفاش يعمل. أيام قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية، وبعد مصروف رمضان والعيد يطل على التونسي مصروف المكتب والصغار وبيل الكراتب والأدوات، يحتار مكتوب الزوالي اللي أرهقته الزيادات وكثرة المناسبات. كرتابة نتاع بناية روز ب 94500، شكون يمشي يشريها؟ قلت له يا أخي ذي تجيب المونسيون ولا تجيب الامتياز ولا تجيب شرف؟ كل شيء غالي بالطبيعة. الزوالي مسكين ما عادش خالد، اللي عنده ثلاثة صغار يعلم بيه كان ربي سبحانه. توسكي مثلا كرتاب لواحد غاليين بصراحة، غاليين. كي تعمل رابور كاليتي بري غاليين برشا، فهمتني؟ وبالنسبة للأدوات المدرسية ما ثمش فرق كبير ما بين عامنا والسنة. رمضان والعيد هو ديجا مصروف، وبعد جيك رونتي ديريكت وتلقى ناس ما همش يخدموا، ما يخافوش ربي، حتى ربي ما يخافوش، يخدموا بيعوا يحبوا يربحوا ويحبوا يعملوا الفلوس. أنا أقول برافو للتونسي، معناتها وإن شاء الله سي مونتاني، حالة أزمة معناتها وقتية، ما خاطر سينو الشعب التونسي الكل باش يطيح في ديبرسيون. بعض المواطنين أكدوا أن اللجوء للقروض والتدين هو الحل الوحيد لمجابهة المصاريف الكثيرة ولتلبية حاجيات ومستلزمات صغارهم. اللي قادر باش يتسلف يتسلف، اللي عنده معناها رصيد من قبل هنا يستعملوا، سينو الناس كل دخلت في المديونية. ندخلوا كل حاجة بقرض، عيد بقرض، رمضان بقرض، مكتب بقرض، هذاك حال الزوالي. سالير الشهرية وزيد كريدي، زيد تسلف من عند ذاك وذاك، وبقي ما تلبيش طلبات الكل. هذاك باش عايشين، أخرج من رمضان، إجا المكتب، إجا العيد، إجا المناسبات بارك الله في تونس بزيد، والشهار ديما شهار، ديما شهرين متوسطة. وربي معنا. بالرغم من مجانية التعليم في تونس، فإن المصاريف المترتبة عليه وغلاء المستلزمات الدراسية والدخول في مرحلة أخرى في صراع مع غول الدروس الخصوصية صعب الأمر، وخلى المواطن يتوجه للأسواق الموازية اللي يمكن تشكل بعض الأدوات فيها خطر على صحة الصغار.